حد صوت المنافس بتاعي في اكتر من كده عشان يبقى خد صوتي صوتي والصوت مفيش مشكله. قالوا صوروني انا بديله صوته رجع جنبه بجد ايا كان اللي هينزل. زي ما احنا برضه بأخر قلت لها لك عندي مفاجاه جامده قوي قوي. ايه اصل سيد مشعل الوزير هينزل. الراجل عمل امبارح بيان ونزل في الاخبار قال لك انا مرتضى منصور بس احنا عايزين نخبط وخلاص يعني مش مشكله مش مشكله بعد اللائحه. بس يا فكروني اقول لكم حته مهمه لخالد والاخ الثاني ده بتاع المرحوم. فالاول حاجه اللي احنا عايزين نعمل انتخابات على يومين نمره 2 يبقى في 2 نواب نائب للشؤون الرياضيه ونائب للشؤون الماليه والاداريه. انا دلوقتي مفوض المستشار احمد جلال شؤون ماليه واداريه وهو عارف طبعا الدكتور هو اللي بيمضي عني في كل الحاجات دي. نمره 3 لما المركز التحكيم ناس فاهمه غلط ان هشام حطب ده هو رئيس القضاء يعني في الوقت انا عندي عقد مع لاعب وعندي مشكله معاه بعد كده ما حطيتش في عقدي ان الخلافه روح التحكيم يبقى مفيش تحكيم عشان الناس فاهمه غلط ان التحكيم ده اجباري. لا طبقا للقانون برضه بقول ان انا ساهمت في عمله ان التحكيم مش اجباري. التحكيم لازم يكون منصوص عليه في اللائحه بتاعتك او في العقد اللي بينك وبين الطرف اللي انت مختلف معاه. فاحنا قلنا النواب مش هتفرق بقى 2 من 3 من 1 2 ال يبقى على يومين 3 موضوع التحكيم والوصايه. ده الاختلاف بيننا وبين اللجنه الاولمبيه. لكن في حاجات كتير بقولها تاني انا قلتها والناس وافقت عليها بصراحه وعدلتها. نرجع بقى عندنا مشكله اللي ما بيشتغلش في نادي الزمالك بيشتمك بس انتهى زمن البلطجه في نادي الزمالك. واحد من غير مناسبه بتقول له انه والدك المرحوم قال لك لا قول لي الكارت. طب سلام عليكم بتقول لي كمان سلام عليكم. انتهى العصر ده يا ابني ومش هتكلم برضو احتراما للمرحوم خالص. مش هقول انت عملت ايه خلال الفتره اللي فاتت دي برضو احتراما للمرحوم. انما لما اقول هيقول لك ايه المرحوم صالح سليم. لا قول صالح سليم اسمه مرحوم صالح سليم اما اسمه مرحوم. هو المرحوم ده افضل ولا الكابتن افضل؟ ربنا يرحمنا كلنا ويرحمنا من ابناء الزمالك اللي ما بيشتغلش بيبلطك. تاني بقول اهو وبيقل ادبه. الكلام ده كان في عصور سابقه لما كان في ناس بتخش تضرب رؤساء النادي في مكاتبهم. ها؟ لما حد دخل في جمعيه عموميه وضرب احسن رئيس نادي في التاريخ ده نور الدالي بالشبشب في جمعيه عموميه. العهد ده انتهى خالص ولن يسمح بيه في وجودي. هتحترم ناديك؟ انت بتقول لي بهني الرموز، انتوا كلكم مستغربين. هتقولي حديقه ما فيهاش كل الاجيال اسمائهم. مين كرمهم؟ كرمتهم معنويا؟ ما عنديش لاعب اعتزل ما بياخدش معاش محترم. ده عمره ما حصل في نادي الزمالك ولا في اي نادي وعلى مسؤوليتي. ما عنديش لاعب مريض واسيبه. اسالوه. اما العيال اللي عايزه تشتغل بقول لهم اتقوا ربنا في ناديكم وشوفوا النادي الاهلي خسر من فيصلي مرتين ولاده حاولوا يقوموه. وانت قبل الماتش ما يبدا بتشتم ناديك ومجلس ادارتك. مستكتر ان بقى نادي الزمالك ليه هيبه؟ مستكتر نادي الزمالك بقى حاجه محترمه وراكيه رجع تاني زي العصور القديمه؟ وبرجع بقول لما 12 بطوله يتاخدوا في سنتين ونص و10 سنين ما فيش ولا بطوله ما تكلمنيش تاني عن الرياضه. كلمني عن الفلوس اللي بتترش. كلمني عن قله الادب والسفاله. في النهايه قول تاني باب نادي الزمالك مفتوح لكل الصحفيين سواء اعضاء او مش اعضاء. وانا في انتظار قرار السيد الرقيب مجلس نقابته المحترم بكره فيما حدث اليوم من تجاوز تاني من تجاوز لافساد الاتفاق. وبقول ان القانون والنقابه هنعرف ناخد حقنا من خلالهم. بعد الاتفاق ده النهارده اللي ما بيشوفش واللي على عجل. طيب يا عم اهمل بقى يا عم. يا عم ما فيش انتخابات والله ما في انتخابات. في جمعيه محترمه جمعيه عموميه محترمه هتديكوا درس هتديكوا على قفاكم ثقه لا حدود لها في رئيس النادي وفي القايمه اللي عاملها. يا جماعه اللي قدامكم ده اللي كسب مع احترامي للكل
جلال ابراهيم، كمان درويش، ممدوح عباس، وحماده امام، مش كلنا صفينا مع بعض؟ عباس واسماعيل سليم. انا كسبت كل دول ما كنتش عملت حاجه في النادي. بعد الناس ما شافت هذه الطفره سواء رياضيه او انشائيه. يا جماعه ب 25 ان شاء الله تعالوا تشوفوا الجيم جديد. وكنتوا تنزلوا تشوفوه دلوقتي، كنتوا تصوروا ما عنديش مشكله. خلاص بنفتتح النادي النهري بعديها باسبوعين، افخم نادي نهري على مستوى مصر كلها. المبنى الاجتماعي شهر ونص هيتفرش. يا جماعه مفيش انتخابات والله باذن الله ان شاء الله. في درس قاسي وضرب على القفا في اليوم دول. زي ما الافندي بتاع المره اللي فاتت قاعد يتنطط وعايز انزل، خد 2000 صوت الساعه 12. قلت له الساعه 12 سلمت عليه روح. لا مش هقول غير الساعه 9. بشكركم تاني، اي سؤال عندكم تحت امركم.